تواصل مصر جهودها الدبلوماسيه والانسانيه لوقف آله الحرب الاسرائيليه على غزه وادخال مزيد من المساعدات الى الاشقاء الفلسطينيين في القطاع. ونفذت الدوله تحركات دبلوماسيه مكثفه منذ بدء العدوان في اكتوبر الماضي من اجل خلق راي عام عالمي مؤيد لوقف اطلاق النار على قطاع غزه. انتصار جديد للمفوض المصري ذي الخبرة العريقة لدعم الأشقاء الفلسطينيين فبعد توقف دخول المساعدات لأكثر من عشرين يوما نتيجة احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح بدأت قوافل الإغاثة المصرية في التدفق إلى القطاع بعد تحركات واتصالات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل تلك الانفراجة جاءت بعد توافق على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود وتسليمها مؤقتا عبر معبر كارما بوسالم إلى الأمم المتحدة وليس إسرائيل وذلك بعد مكالمة هاتفية تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الامريكي جو بايدن، الموقف المصري بهذا الصدد كان واضحا منذ البدايه انها لن تتعامل مع سلطه الاحتلال في معبر رفح، الذي اكدت مرارا انه معبر مصري فلسطيني، الى ذلك وفي اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استانفت القوات الجويه المصريه جهودها على مدار الايام الماضيه بالتعاون مع الدول الشقيقه والصديقه المشاركه في التحالف الدولي لتنفيذ اعمال الاسقاط الجوي لاطنان من المساعدات على القطاع، وهكذا. تبقى القضيه الفلسطينيه في قلب كل مصري فهي تعتبر جزءا من الامن القومي نظرا لروابط الجغرافيا والتاريخ والدم فهي ابدا لم تخضع في اي مرحله لحسابات مصالح انيه ولم تكن ابدا ورقه لمساومات اقليميه او دوليه